من يحرك الأيادي القذرة ضد المغرب؟ بموازاة الحرب التي يخوضها المغرب اليوم ضد جائحة كورونا، يواجه المغرب حرب الإشاعة من طرف خصوم الداخل والخارج تحت يافطة حقوق الإنسان، كما لو كان هو المسؤول عن كل الشر في العالم. مهندس هذه الحرب القذرة اختاروا فترة الحجر الصحي بالمغرب، حيث تقوم هذه الاستراتيجية عند أعداء الداخل على توظيف كل ثمرة اجتماعية بالمغرب للنفخ فيها وتأجيجها. أولها استغلال ظروف الحجر لدفع المهمشين للخروج إلى الشارع للاحتجاج. ثانيها تحريك الطغمة المعروفة في الريف وإبرازها كما لو أن المنطقة هناك معزولة عن الوطن. ثالثها تسخير منظمة أمنيستي عبر ما سمي بحملة التسلط على هاتف عمر الراضي وغيرها من قضايا الصحافة والصحفيين. استهدفت هذه الحملة التشويش على صورة الملك من خلال ثلاث مستويات: أولاً عبر توظيف الإشاعة وادعاء التسلل إلى القصر الملكي لتتحدث عن الوضع الصحي للملك مدعية أنه مريض بزاف، وفي الفترة نفسها تتحدث عن ادعاء محاولة الأمير مولاي رشيد اغتيال ولي العهد. ثانياً التركيز على التشويش على أداء مؤسسات الأمن والسجون والدرك والقضاء لما تمثله هذه القطاعات من رمزية حماية الدولة والمجتمع. ثالثاً التركيز على تطويع وسائل الإعلام الأجنبية عبر لعبة إعلامية يقودها رئيس تحرير واحد يوزع الأدوار بين عدة منابر ترسم الصورة القاتمة لبلادنا، كما نقرأ ونشاهد ذلك في فرانس 24، ميديا بارت، لو موند، لومانيتي، لوريون، راديو فرانس أنفو، تي في 5. في نفس السياق تتوزع أدوات الحرب وأدوارها بين ما يسمى المنظمات غير الحكومية، مثلا منظمة العفو الدولية أمنيستي، صحافيون بلا حدود هيومن رايتس ووتش وغيرها. أهداف هذا الشعار مصدره دولة العسكر في الجزائر الذين صعقهم ما رأوا من مظاهر حضور المغرب الوازن في بؤر التوتر الإفريقية والعربية. الحرب التي يريد أعداء الداخل والخارج فرضها على المغرب ليست ابتكار اليوم، بل هي حرب تتجدد منذ سنة 2000 إلى اليوم.